السلام عليكم طلبتي الأعزاء، أنا دكتورة مها محمد. إن شاء الله السنة راح نعطي مادة الأورا سيرجري للمرحلة الثالثة، فإن شاء الله إحنا راح نبدأ اليوم بالموضوع الأول اللي هو Diagnosis in Oral Surgery. Diagnosis is an art using a scientific knowledge to identify the oral disease. يعني هو an art، هو فن وهو علم يعتمد على مواد علمية أساس علمية. فال diagnosis process مالتنا حتى ناخذ ال diagnosis من المريض لازم يحتوي على عدة نقاط مهمة وعناصر. أول عنصر مهم هو ال history، التاريخ من المريض. ثاني عنصر هو الـ clinical examination، طبعا هاي يقوم به الطبيب، والـ investigation أي معلومات أخرى ممكن نحصل عليها من الـ investigation مالتنا، professional diagnosis and definitive diagnosis، وراها احنا طبعا راح نخلي الـ treatment plan مالتنا. الـ oral surgery practice often we fact we face the following. ممكن بالسيرجري شنو الشيف كومبلين او شنو المشاكل اللي يجينا بها المريض. اول شيء واللي هو دائما هذا موجود هو دنتال اند فيشال بين، الالم. ثانيا السولينج. ثالثا الالسر، الالسر يعني التقرح. رابعا الانجري، ممكن فور دنتال اور فيشال بون، يعني التمبراميدبلر جوينتس بروبلم، تي ام جوينتس بروبلم، أو مريض medically compromised patient إنه he need dental treatment and he is a medically compromised and the facial deformity. أول نقطة المهمة اللي قلنا عليها اللي هي ال history taking. شو راح ناخذ ال history من المريض؟ هذا ال history لازم بيه مقومات. أول شيء لازم يكون systematic، مرتب، special set of sequence مخليه بترتيب معين يلائم المريض. ثالثاً during taking the history dental surgeon must be listen very well to the patient complained by patient's words. A good listener to his patient to have a good history. شنو الأوبجكتيفز أوف تيكينج هيستوري؟ شنو فائدة إنه إحنا بدنا ناخذ هيستوري من المريض؟ أولاً والنقطة المهمة إنه بروفايد دنتست وذ انفورميشن نيسيسري فور دايجنوزيس. حتى الدنتست يوصل للدايجنوزيس لازم يحصل على انفورميشن. شلون يحصلها؟ يحصلها من تيكينج ذا هيستوري فروم ذا بيشنت. ثاني نقطة أيضاً مهمة تو استبلش أ جود بوزيتيف A professional relationship with his patient. يعني نقوي علاقتنا ويا المريض من خلال أخذ الهيستوري ومن خلال الاستماع إلى المريض. بالمستقبل راح يسوي لنا for the good cooperation between us and a very well confidence between the patient and the dentist. ثالث نقطة مهمة جدا to provide information about the patient past and the present medical and dental history. صار عندنا فكرة عن الـ present illness وعلى الـ past history مال المريض سواء كان dental or medical. رابعاً fourth point to provide information about systemic health of the patient. كلش مهمة systemic health of the patient لأن ممكن affect the treatment plan مالتنا، ممكن affect the prognosis يعني درجة الشفاء مالته، وممكن بعض الأحيان إنه بعض الأمراض the disease transmitted to the dentist يعني يكون contagious، فلازم إحنا عندنا فكرة عنها أو the other staff أو other patient، فإحنا لازم عندنا فكرة عن ال systemic health مالت المريض حتى نخلي treatment plan مناسب له. خامس نقطة وأنا أصورها مهمة serves as a legal document. عندك كير شيت نزلت بها الهيستوري، it is a legal documentation for you. ورا ما عرفنا أهمية أخذ الهيستوري، هسه how can we take the history؟ هسه شلون راح يقدر الدنتست ياخذ الهيستوري من المريض؟ خصوصا اكو أنواع كثيرة من المرضى. أول شيء dentist must encourage his patient to describe his symptoms. لازم يشجع المريض انه هو يتكلم يحكي عن السيمتومز مالته اللي يعاني من عنده by his own words.
مثلا المريض بيحكي يقول أنا عندي pain, عندي paresthesia, عندي swelling. الانتربشن ما تدنتس للمريض ما يصير إلا بحالة واحدة, لما أكو فد نقطة يحاول يستفهم من عدد, النقطة جدا مهمة ذكرها المريض فيوقفه عن الكلام ويستفهم من هاي النقطة, أو ستوب أيوز لستوك إنه راح ندخل مواضيع أخرى شتت موضوع أخذ الهيستوري. ثاني نقطة إنه كلير and consent summary of the patient complaint should be recorded in a case sheet. مثل ما قلنا كلش مهم الريكوردينج بالكيس شيت. الريكوردينج مالتنا لازم يكون should be listed in order of its important. يعني مثلا نكتب المريض عنده pain, swelling, bleeding, أشياء مهمة نحتاجها إحنا بالدياجنوزيس. During the taking of the history, أثناء أخذ الهيستوري give your patient your the whole attention. Be a good listener. لازم تكون مستمع جيد للمريض. هو طبعا راح يتكلم بال his own words, فإحنا لازم نكون مستمعين جيدين له بحيث نقدر ناخذ من عنده أكبر كمية من المعلومات بالهيستوري. لذلك لازم نعطيه مساحة بالوقت حتى يتكلم عن الكومبلين مالته اللي جاي عليه, وإلا راح نوقع many pitfalls بالمستقبل أن يكون بعض النقاط إحنا ساهين عنها ما سألنا المريض عنها أو ما حكيها المريض. نقطة جدا مهمة avoid leading questions. لازم الدنتست ما يسأل المريض أسئلة معلومة الإجابة, مثلا does pain comes on cold or hot? No. The better أن تسأله what's bring the pain to you, أحسن حتى هو راح ينطينا النتيجة. During taking history, don't depend on the patient diagnosis. مرات بعض المرضى هم ينطون الدياجنوزز فإحنا ما نعتمد عليه ولا نعتمد على another doctor diagnosis. المفروض إحنا بالهيستوري so you can ask the patient to describe his complaining only to establish your own diagnosis. جدا مهمة هاي النقطة. هسه احنا نريد ناخذ الهيستوري من المريض, تعرفنا انه شلون نقدر ناخذه وشنو مقوماته. هسه ايش راح نسال المريض بالهيستوري؟ اولا هو البايوغرافيك ذات اللي بيرسونال هيستوري مال المريض. ثاني نقطه اللي هي كلش مهمه اللي هي تشيف كومبلين اللي هو شنو السبب اللي خلى المريض يجينا. ثالث نقطه هيستوري اوف تشيف كومبلين يعني هيستوري اوف بريزنت إلنس. رابع نقطة هو الباست دنتال هيستوري, والنقطة الخامسة الميديكال هيستوري اند سيستميك ريفيو ايضا جدا مهمة, والفاميلي هيستوري. فاميلي هيستوري دائما ينسون يسألون عنها, هذه كلش مهمة لازم تنحط. البايوغرافيك داتا او البيرسونال هيستوري نعرفها كلها انه نطي ناخذ الفول نيم والايج والسكس او الجندر, ناخذ الادرس مال المريض والتليفون نمبر والاوكيبيشن يعني شنو عمله. هذا الانفورميشن جدا مهمة انه نتوقع انه في بعض الاعمار او بعض الريسز او بعض الجندرز سواء كان ميل او فيميل ممكن بعض الميديكال بروبلمز نتوقعها انه تكون موجودة في عمر معين. بالنسبة للاكيوبيشن ممكن الاكيوبيشن مع هذا المريض يكون هو سبب الديزيز اللي هو هسه حاليا عنده, ممكن يأثر بالمستقبل انفلونس ذا تايب اوف ذا ثيرابي انه احنا نغير الثيرابي او نسوي له موديفيكيشن حسب الاكيوبيشن مالته. يعني يكون سائق مثلا لوري بالليل مثلا. التشيف كومبلين, تشيف كومبلين اللي قلنا هو الريزن فور ذا بيشنت فيزيت, ليش المريض اجانا من وراء هذا التشيف كومبلين اللي راح نذكرها. It is the best to be stated by patient own words مثل ما قلنا. But the brief summary of the problem ممكن نكتبها بطريقة معينة بالكيس شيت كأنه pain, swelling, ulcer, paresthesia, numbness يعني تنمل, clicking بالTM joint, halitosis إنه رائحة غير جيدة من الفم, bleeding, trismus عدم قدرة على فتح الفم. هذه كلها ممكن المريض عنده أكثر من symptoms ممكن يذكرها. المهم إحنا عندنا نأخذها كلها ونرتبها حسب الميجر كومبلين مادة. الهيستوري مال التشيف كومبلين مالتنا أو البريزنت إلنس أيضا جدا مهمة. لازم نأخذها complete details من المريض. أبد ما نسأل المريض
leading questions. Magana never ask the patient the leading questions. And some questions like يعني conditions العفو اللي مثلا حالة الطفل من المنتل retarded patient هذول الهيستوري ناخذه من البيرنت او relatives اللي جايين يعني لان هم غير قادرين على اعطاء المعلومه. فيفضل انه من تبدي تسال المريض تساله على chief complaint مالته ثلاث اسئله مهمه اللي هي the duration شو قد مده الchief complaint, الانست شو وقت بدا اذنه, والpredisposing factor اللي زيدته او نقصت الالم او السوالينج اللي صار عنده. رابع نقطة اللي هي الكاركترستيك مال الشيف كومبرين مالتنا, النيتشر السيفيريتي, اللوكيشن وين هاي راديتينج اور نوت, التمبريتشر فيتشرز يعني هل زيادة الحرارة او لا, هل كان اكو نقاط معينة اجريبييتد او ريليف ذا فاكتور, هل اكو اشياء زيدت او نقصت هذا الشيف كومبرين, والأذر associated constitutional symptoms and signs, other symptoms اللي صارت عنده. خامس نقطة ال course مال progression, يعني المريض يحكينا إنه شلون صار عنده ال progression مالت الحالة مالته, بدأ عنده هيجي بعدين صار هيجي بعدين, هذه كلها لازم تثبت على شكل course حتى يصير عندنا فكرة بال diagnosis كان طلع diagnosis بسهولة. سادس نقطة اللي هي الثيرابي, هل المريض أخذ أدوية معينة؟ شنو نوع هاي الأدوية؟ شو وقت أخذها؟ شنو كان الإفكت عليه؟ هذه طبعاً لازم تنحط من ضمن الهيستوري مالتنا حتى نعرف شو نتعامل مع هذا المريض. أو other information إذا شفنا مهمة نقدر نأخذها أيضاً من المريض. أهم مثال على أنه الشيف كومبلين من المريض دائماً المريض نيجي الكومبلين مالت اللي هو البين. البين very detailed history لازم ناخذ of the pain من المريض should be taken as the following مثل ما قلنا الموضوع جدا مهم. البين لازم احنا عندنا فكرة وعندنا معلومات كافية عن هذا البين اللي حس بيه المريض. اول نقطة لازم ناخذ الديوريشن مالته, duration يعني length مالت البين which might have a role in the etiology of the pain preceding its onset, شقد طول شقد كانت الديوريشن مالته. مثلاً المريض يقول أني أخذت ضربة على الجو, أو المريض يقول أني رحت تم الدنتست تسوي دنتال تريتمنت وراها بدأ عندي الألم. وأنا النقطة الثانية هو السايت, وين الألم, وين اللوكيشن مال البين. ال patient should be asked to point the place where the pain is felt by using finger, يعني هو يأشر لنا على مكان السايت مال البين, ما إحنا نطي leading questions, هو راح يقول لنا هنا أنا يعجعني. ثالث نقطة any radiation of the pain, إذا كان هناك radiation أو تشعر على البين لازم يحكينا the course of radiation of the by his finger. On another occasion pain may be felt remote from the disease area, this type called referred pain, يعني يطلع من مكان ويروح إلى مكان ثاني وهذا سمي referred pain. مثلاً بالبيركورونيتس اللي هو الالتهاب اللي يصير من الثيرد مولر ممكن راديتينج تو ذا اير, يعني حس المريض هو بالثيرد مولر بس الألم يحسه بالإذن. يعني لازم تصير عندنا فكرة واضحة في حالة عندنا راديتينج بين الكورس مال الراديشن وين بدأ وين راح. لازم يوصف لنا البين precise characteristic, يقول لنا انه هو sharp, severe, dull, بعيد يعني throbbing, throbbing يعني مثل دقات القلب, هل هو mild, هل هو continuous مستمر, intermittent يروح يجي لنا, كل يعني every type of pain applied in different pathological process, هذه كلها تساعدنا بالdiagnosis. مثلا حالة الأكيد بالبايتس الألم راح يكون شارب وسيفير, بينما في حالة الأبسس مريض عنده أبسس أول شيء راح يصير دل بعيد, ثاني راح يصير ثروبينج يدب مثل القلب, سيفير التوث نفسه راح يكون تندر يعني تسوي له بركشن يكون جدا مؤذي. مثلا بالأكيد ماكسيلاري ساينوسايتس اللي هو التهاب الجيوب الأنفية
الألم يكون بعيد ضل throbbing لكن continuous مستمر الألم. النقطة الخامسة هي timing of pain، وقت إجا شكل يصير الألم عندي. Some pain worst at a particular time of the day. مثلا بالبلبل بين دائما المريض waking the patient at night، يقدر ينام بالليل يبعد من الألم. أو ممكن بالبريدنتاتس التهاب الأنسجة الرخوة اللي دائما يدور الأسنان ما حول الأسنان، إنه أكيوت بريدنتاتس بين يزيد لما أثناء عملية الأكل at meal time. فإذا التايمينج جدا مهم حتى نقدر نعرف السورس مال البين منين جاي. النقطة السادسة أني فاكتور ويش بريسيبيتيت ذا بين، شنو هي الفاكتور اللي تخلي الألم يزيد مثلا أو يقل. مثلا بالبلبل بين از اوفن يزيد بحالة الثيرمال والأوزماتيك ستيمولاي، شلون إذا هوت أور كولد لازم نسأل المريض إنه هل الهوت أور كولد أو السويتس اللي راح يسبب لنا تغير بالأوزماتيك بريشر داخل السن. أو ممكن يكون بيردنتال بين فيزيد بحالة البايتينج أو تشوينج. النقطة السابعة الفاكتور أور أني دراكس ويتش ريليف ذا بين، بالعكس شو الأشياء اللي تخلي الألم هذا يقل عندي. Which gives an idea about the nature, severity, and the duration of the pain. شنو الأشياء اللي يسويها المريض أو تصير عنده بحيث يحس إنه ال pain راح. أيضا تعطينا فكرة عن the severity and nature of this pain. تعطينا فكرة طبعا نقدر بهالحالة ويا العناصر الأخرى إنه يتكون عندنا diagnosis. وجود other symptoms مثلا المريض started for two days then the swelling appear، يعني أكو سيكونس بالموضوع إنه هو بدأ عنده pain ولا يومين بدأ عنده swelling، بعدين صار عنده post discharge مثلا صار عنده swelling وsinus post discharge، أو بعدين صار عنده paresthesia باللور lip. هذا الكورس أيضا والتسلسل مالته ينطينا أيضا فكرة عن الdiagnosis. النقطة التاسعة ممكن نسأل المريض عن الباست ميديكال هيستوري مالته. اكو بعض الميديكال كونديشنز هي اصلا هي سبب لنا بين، مثلا الفيشل بين مثل انواعها او الميجرين او سايكوسوماتيك او كرونيك سايكوسوماتيك اوريجين اور انجينا. هاي الميديكال هيستوري او الميديكال كونديشن هي ده سبب لنا هذا الالم وليس الدنتم مثلا. أعزائي الطلبة، إحنا شفنا الميتيف كومبلين لما يكون بين، شون الهيستوري اللي ناخده من المريض حتى نوصل للدياجنوزيز. هسه إذا إجا المريض وكان الشيف كومبلين مات لامب أور ماس، the oral surgeon must be ask a certain questions that give him the diagnosis. شنو هاي الأسئلة اللي ممكن يسألها حتى يحصل على الدياجنوزيز في حالة المريض عند لامب أو ماس؟ أولاً، how long the swelling has been present؟ شو الديوريشن مال هذا السوالينج أيام المريض؟ whether it is getting larger or smaller or fluctuated in size؟ هل هذا السوالينج getting larger or getting smaller or fluctuating in size؟ يعني متغير بالسايز. Third، what is the symptoms of the lump؟ شنو العلامات اللي ظهرت مع السوالينج أو اللمب؟ If it is painful or not، هل كان بألم أو لا. It is associated with the paresthesia or numbness of the lower lip مثلا. طبعا هذه الحالتين إذا كان painless or not with paresthesia or not كل واحدة بيها diagnosis منفصل. رابعا، whether any possible causes of swelling like trauma or injury or systemic illness. إذن إذا كان المريض متعرض إلى trauma أو إلى أنجري فطبعا راح يصير هنالك سوالينج، أو هو عنده سيستميك إلنس مسببة لهذا السوالينج. النقطة الخامسة، how the patient notice the lump by feeling or because it is painful or someone told him. هل شعر شون شعر باللمب، هل شعر بيها حس بيها لو كانت painful فحس بيها أو someone told him that he have swelling or lump.
النقطة الرابعة والمهمة أعزائي هي الباست دنتال هيستوري. الباست دنتال هيستوري يعني الدنتال هيستوري للمريض، الهيستوري السابق يعني الدنتال تريتمنت السابقة. تشمل هذه including first the frequency of previous visit، ثم الرزاير طبيب الأسنان مرات السابقة، هل كان هذا الزيارة لغرض الاكستراكشن أو surgical procedure. ثانياً any difficulties or complications، هل حصلت أي difficulties or complications أثناء هذه الزيارات. أهم هذه complications هي bleeding أو fainting. اختصر إذن فكرة المريض إذا عنده bleeding، هل هنالك فد underlying medical problem، والفينتينج هل هي فينتينج نتيجة الخوف أو فينتينج نتيجة همنا underlying medical problems. The third determination of availability of past dental radiography، إذا كان المريض عنده صور شعاعية سابقة ساعدنا بالdiagnosis or any oral dental treatment he received before and if there were any complications. طبعا لازم نسأل عن التريتمنت اللي أخذها سابقا وإذا كانت هنالك complications. النقطة الخامسة والمهمة جدا أتصور هو الميديكال هيستوري اند سيستميك ريفيو. قلنا الميديكال هيستوري هو التاريخ الباطني أو الطبي للمريض، والسيستميك ريفيو هو إنه إحنا نسأل عن كل سيستم بالجسم، نسوي له ريفيو حتى نعرف إذا كان هنالك مشكلة احتمال هو المريض ما منتبه عليها أو ما يعني نسى يذكرها. فهسه يعني إذا عندكم فكرة معينة حاولوا تفكرون شنو هاي النقاط المهمة اللي ممكن نسأل بها المريض بالريفيو أو بالميديكال هيستوري. هذا التايب من الهيستوري كلش مهم. It's important because أولاً this information may aid in the diagnosis of various condition or of the patient may have or the patient may have or a manifestation related to specific systemic disease. مهمة كلش لأن ممكن تكون لها علاقة بالشيف كومبلين اللي جاي من اللي جاي به المريض. ممكن تكون هذه or a manifestation of systemic disease مثلا اللوكيميا والايدز. The presence of any disease may lead to a need to modification for the treatment plan and affect the manner in which therapy is provided. هذا كناه سابقا انه وجود اي disease عند المريض ممكن يأثر على التريتمنت بلان مالتنا، ممكن يغير الثيرابي، ممكن يسوي modification بالتريتمنت بلان مالتنا. فاذا هذه كلش نقطة مهمة. النقطة الثالثة الدراجز اللي ياخذها المريض لتريتمنت such systemic disease ممكن تكون افكت على الاورال كافيتي، مثل المريض يصير عنده دراي ماوث، فاحنا نقدر يعني من هذا الموضوع نقدر نعرف شنو الدرج اللي ياخذها. فاذا كان التشيف كومبليمات الدراي ماوث راح نخلي ببالنا واحده من النقاط الاسباب انه ممكن تكون من الدراجز اللي ياخذها. اور مي ريكوير نوتيفيكيشن ديورينج دنتال اند سيرجيكال تريتمنت، واحتمال معرفتنا بهذه الدراجز تخلينا نسوي موديفيكيشن للتريتمنت بلان مالته، خصوصا نقطة مهمة اللي هي الأنتي كوأجولانت والكيموثيرابي. الأنتي كوأجولانت اللي تمنع الكوأجولاشن، فطبعا لازم نسوي ويا الفيزيشن كونسلتيشن حتى نقلل من أو نسوي موديفيكيشن بالدوز أثناء السيرجيكال تريتمنت. نفس الشيء بالنسبة للكيموثيرابي. الباس ميديكال هيستوري هسه اللي حكيناه عشان الميديكال هيستوري مال المريض اللي راح نحصل من خلال اخذ الهيستوري من المريض. نفس الحاله لازم نعرف الباس ميديكال هيستوري مالته حتى يدينا فكره ايضا عن الالنس السابق اللي كان هو يعاني من عنده واحتمال يعاني من عنده حاليا. اهم هاي النقاط انه هل هنالك بريفيوس سيريوس النس او ديزيز. السكند تشايلدهود ديزيز، هل كان عنده بالطفوله مرض طفولي بحيث انه لا زالت اعراضه مستمره لحد الان او نتوقع اعراضه مستمره لحد الان. hospitalization دخول الى المستشفى. operations اي عمليات تم اجراءها الى injury to the head and neck. طبعا هاي كلش نقطه مهمه جدا لازم نسال عنها المريض اذا كان عنده injury سابق فممكن chief complaint يكون related to this injury. any allergy to any specific drugs و ونخلي ليست بالميديكيشن اللي ما أخذها بالستة أشهر الأخيرة.
هسه قلنا واحدة من النقاط انه لازم نسأل المريض عن positive history عن serious illness. شنو هاي serious illness؟ What is the serious illness؟ اول نقطة بالserious illness واللي كلش مهمة اللي هي الheart attack or disease. من هذه الديزيز هي مايوكاردريك انفاركشن، احتشاء العضلة القلبية او الانجينا بالترس. النقطة الثانية الستروك، ستروك معناته سيريبرو فاسكولار اكسيدنت سي في اي. النقطة الثالثة هي الهايبرتنشن، طبعا الهايبرتنشن نقطة كلش مهمة وان شاء الله اثناء المحاضرات القادمة راح نعرف ليش لازم احنا نعرف البلاد بريشر مال المريض. هارت فيلير لما يكون هنالك هارت فيلير، يعني هذه النقطة كلش مهمة، طبعا لازم نسوي كونسلتيشن للفيزيشن. اذا عنده بليدنج ديس اوردر ايضا، يعني احنا راح نجري لسيرجيكال بروسيجر، فاذا عنده بليدنج ديس اوردر راح نتوقع المريض راح يصير عنده بليدنج. دايابيتس، بداء السكري، الروماتيك فيفر اور ديزيز، هوسبيتاليزيشن مثل ما قلنا ممكن المريض يكون داخل مستشفى لفترة طويلة لسبب ما لازم نعرفه، وجود الإيدز أو عدم وجوده اللي هو الأكوارد إيميون ديفيشنسي سيندروم، لأن هذا كونتيجيوس ديزيز ممكن يأثر على الدنتست وعلى الأذر بيشنت. نعم، النقطة العاشرة هي الفيرال هيباتيتس، it is also a contagious disease. النقطة الأخرى هي النيوبلازم، المريض إذا كان عنده نوع من أنواع التيومر فطبعا نتوقع أنه ممكن يكون متعرض إلى سيرجيكال بروسيجر أو كيموثيرابي أو راديوثيرابي. هذا طبعا كلها تأثر على تريتمنت مال البلان مالتنا، ممكن يسوي موديفيكيشن due to patient having any type of tumor. رقم 12 الالرجيك رياكشن تو ادراك، طبعا هاي نقطه كلش مهمه خاصه الالرجي فور بنسلين مثل ما نعرف، فالمريض لازم نساله هل عندك حساسيه للبنسلين او اني اذر دراجز. حتى المريض ممكن انه اذا اخذ نوع من انواع الادويه او المواد يتعرض لها يتعرض الى انفلكتيك شوك، ممكن بهالحاله يؤدي الى ان بعض الاحيان يتوفى المريض. حكينا هسه على الميديكال هيستوري وشلون ناخذه. هسه قلنا اكو نقطه ثانيه هي ريفيو اوف سيستمز، شنو هي السيستمز اللي راح نسوي لها ريفيو وناخذ هيستوري عنها منها عن المريض. اول نقطه هي الكارديوفاسكولار سيستم مثل ما قلنا، الريسبيراتوري سيستم جهاز التنفسي، السنترال نيرفس سيستم، والجينيورينري سيستم، ماسكولار سكيليتال سيستم، الاندوكراين سيستم. كلش مهم الاندوكراين لان بعض الامراض بهذا السيستم ممكن تاثر على تريتمنت بلان، على نوع الادويه اللي نعطيها، على نوع الانستيزيا اللي ممكن نعطيها. اير اند اي اند ذا لاست وان از ذا فايتال ساينز. شنو هي الفايتال ساينز؟ علامات الحيويه، يعني لازم المريض احنا نكون ماخذين او عندنا فكره واضحه عن البلاد بريشر مالته، عن البولس التمبرتشر والريسبيراتوري ريت. ليش الـ review of systems مهم؟ لأن it leads to a concentrating on the signs and symptoms related to that system disorder by investigation or referring to the medical evaluation. في حال سوينا review وكانت إنه عندنا شك في واحدة من systems اللي سوينا لها review، فبهالحالة ممكن ندز المريض إلى such investigations مثلاً blood test مثلاً. وممكن إذا شفنا الحالة أكثر من تتطلب إنه ممكن يسوي consultation to the physician to have a medical evaluation. هذه كلها حتى إحنا نصير إن صورة واضحة عن حالة المريض، وبهالحالة إحنا رح ناخذ full history رح تكون الأمور كلها واضحة، فممكن بهالحالة نوصل للdiagnosis. شكرا جزيلا.